السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد من قناة الغربي تك. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. طرحت شركة هواوي هاتف نوفا 8 مرة أخرى في ديسمبر في الصين، ويصل الهاتف الآن إلى الأسواق العالمية. ومع ذلك، بدلا من أن يأتي مع معالج كيرين 985، تقوم الشركة بإطلاق نوفا 8 في روسيا باستخدام كيرين 820E، وهو معالج من الفئة المتوسطة بدقة تصنيع 7 نانومتر. تحتوي وحدة المعالجة المركزية على 6 أنوية. أما ما يخص معالج الرسوميات فهو معالج 57، وتبقى بقية المواصفات كما هي في النسخة التي تم إطلاقها في الصين. يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزينية 128 أو 256 جيجابايت، مع عدم وجود فتحة للذاكرة الخارجية. شاشة الهاتف من نوع أوليد مقاس 6.57 بوصة مع ميزة مليار لون ودقة فول اتش دي بلس ومسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحتها، مع وجود ثقب واحد في المنتصف من أجل الكاميرا الأساسية والتي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل. اهتمت هواوي في هاتفها الجديد بميزة التصوير، بحيث يأتي إعداد الكاميرا في الخلف على وحدتين أساسيتين بدقة 64 ميجا بكسل للعدسة الرئيسية و8 ميجا بكسل لعدسة الزاوية العريضة، إلى جانب مستشعرين 2 ميجا بكسل أحدهما للعمق والآخر للماكرو. واحدة من أفضل ميزات نوفا 8 هي قدرة الشحن الخاصة به، بحيث تأتي البطارية بسعة 3800 ملي أمبير مع شحن سريع 66 واط، والذي من شأنه أن يشحن 60% من البطارية في 15 دقيقة، بينما يستغرق الشحن الكامل 35 دقيقة فقط. هناك لون واحد تقدم به شركة هواوي هاتفها نوفا 8 وهو اللون الوردي. أما عن سعر الهاتف فيكلف ما يعادل 500 دولار في الصين، وذلك مع مجموعة الشرائح الأكثر قوة كيرين 985. ما رأيك في هذا الهاتف وهل تراه خيارا مناسبا للشراء؟ أخبروني آراءكم في التعليقات. كان هذا كل ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.